صحية الحقيقة أنه اللائحة تدرس تستقبل اقتراحات الأعضاء، يكون في ورش عمل، في ندوات، العرض على مجلس الإدارة اللي بيأخذ على طول برأي الأغلبية. ده شيء بيؤكد كمان فكرة المصداقية والشفافية. يعني أنا بعتقد أنه دول مبدئين مهمين قوي، فكرة المصداقية والشفافية، لأنه الجميع بيسعى لمصلحة النادي الأهلي. اسمح احنا حابين أعضاء جماعة عمومية يشاركونا. يمكن لما نزل كان في حالة من الجدال، مش هقول اختلاف، هي تباين في الآراء. يمكن النص الواحد ممكن أنا أشوفه من وجهة نظري بشكل معين، وليا حيثية في رأيي، وحضرتك تشوفه من وجهة نظر أخرى. صحيح. لكن احنا بنقعد في ورش وبنقعد مع الاعضاء كتير. يمكن انا امبارح ترأست ورشتين، كانت ورشه مع زملائي في اللجنه الماليه في النادي ولجنه العضويه، وكان في ملاحظات. يمكن اللجنه الماليه كان عندها 7 ملاحظات، فضلنا نتناقش لحد ما توصلنا ان احنا اتفقنا ان في 4 مواد هرفعهم بتوصيه من الورشه للجنه المركزيه، ونفس القصة في لجنة العضوية كان في بعض الملاحظات بنقعد نتناقش فيها، واللي بنتفق عليه هرفعه للجنة المركزية عشان ندرسه بشكل مستفيض. يعني المتخصصين بيقعدوا مع بعض في جلسات عصف ذهني زي ما بنقول طبعاً. بيتناقشوا، بيراجعوا المواد، بيقيسوها على القانون، ثم بيكون في رؤية في النهاية بتعرض على لجنة إعداد اللائحة بقيادة المستشار محمود فهمي، ثم اللجنة المركزية لإعداد اللائحة أو للتنسيق والتنظيم اللي بتجتمع من آن لآخر برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ثم مجلس الإدارة. احنا امبارح في اللجنة المالية اتكلمنا على الحاجات ورجعناها. يعني هي اللائحة المالية لوزارة الشباب والرياضة هي ملزمة، فكان في بعض النصوص ما فيش تطابق بينها، فلازم تردها للائحة المالية لأن هي ملزمة. فدي في مواد كتيرة اتفقنا عليها. المالي دايما بتاع الجهة الإدارية، وفي جدال، يعني في جدال بنقعد نتناقش فيه. يعني نقطة هل تعيين مراقب حسابات ولا يبقى منتخب، ده في ناس ليها حيثيات في ان هو لا يبقى منتخب واعضاء الجمعيه العموميه ينتخبوه، وفي ناس تقول لك لا، اللي هيتحاسب في الاخر مجلس الاداره، فهو يختار حد، خصوصا ان هو هيبقى بمقابل مادي. فانت النهارده لا، هات حد اسم كويس يقدر، وخصوصا ميزانيه النادي الاهلي بقت ضخمه. هايل.